طيب استاذ احمد، رقم تاني اخره 22 بيقول عايز اعرف القانون الجديد اتطبق ولا من عدمه، وكمان بتاع ايه ما اعرفش ما هو عقد الإجارات. المشهره هيبقى الايجار. طيب هو ما فيش قانون يعني مجلس الشعب تمام كان ودي عايزه حلقه لوحدها تمام بس هنقولها له باختصار. هو اللي حصل ايه ال- 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 الحوار المجتمعي اللي كان داير الفتره اللي فاتت ان في قانون هيطلع من مجلس الشعب. هو في حكم محكمه دستوريه صدر تمام سنه 2018 بيقول ايه؟ بيقول على بيتكلم على المحال او الاماكن المؤجره لغير غرض السكنه اللي هي اللي المفروض ان مجلس الشعب يقول وقال ان الحكم ده للمحال او الشخصيات الاعتباريه يعني محل بس مؤجر لشركات وتبقى بقى قطاع عام قطاع خاص اللي هي المفروض كان. تبقى سكنيه معموله لا مش سكنيه غير سكنيه غير سكنيه لا تجاريه او اداريه بالظبط تمام القانون قال ايه او حكم المحكمه الدستوريه قال ايه تخلى اللي هو الشخصيه الاعتباريه وعلى تطبيق القانون ده انه يطبق في الدور الانعقاد على مجلس الشعب انه يطبق ان القانون ده يطبق في نهايه دور الانعقاد التالي اللي هو انتهى في 7 اللي فات ده فكان واجب على مجلس الشعب في الفتره دي انه يطلع القانون. مجلس الشعب ما طلعوش، ما فيش الزام من المحكمه الدستوريه على فكره انه يلزم مجلس الشعب يطلع قانون. الفصل بين السلطات ده مبدا تمام. قانوني، لكن كنا متوقعين ان مجلس الشعب هيطلع قانون يظبط بيه. طب مجلس الشعب ما طلعش، احنا واقفين مفيش قانون جديد ولا في حاجه اسمها قانون ايجارات جديد لغايه اللحظه دي، ولكن ايه اللي هيحصل؟ حكم المحكمه الدستوريه بقى نبدا نطبقه لانه اصبح واجب النفاذ خلاص كده. وده بقى محتاج لان ده هيهم شريحه كبيره جدا من المجتمع نتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله.